السلام عليكم. ده اول فيديو ليا. طبعا الموضوع طبعا البنت كويتية اسمها ريم استحفزني، قلت مش معقولة ما اتكلمش المرة دي واسكت. انا بتكلم ماسي على قدي، انا مش من اصل عربية، انا ما دخلتش المدرسة، انا ما عشتش في مصر. يا رب تفهموني، بس انا ما بتكلمش على شعب كله كويتي، انا بتكلم على ناس زيها اللي بتشتم وهم عارفين نفسهم كويس. انت يا ريم يا حبيبتي، قبل ما تكلمي على شعب بحجم مصر وخدرة بتاخته تفكري 100 مرة. انت عبيطة يا بنتي، بتكلمي على شعب عنده 100 مليون؟ انت مش متعلمة، باين من اسلوب كلامك. انت ابوكي ما عارفش يربيكي، انت دماغك فادية. انا عاوزة افهم، انت عندك ناس؟ انت مريضة؟ انت ايه فيها بالظبط؟ الحقد ده كله اللي فيكي، ده كلامك كله عن سوري. انت حظك حلوة اني مش عايشة في البلد اوروبية، كنت اتحكم عليكي. لولا المصريين كانت بلدكو دباخ، وانتو عارفين ده كويس. انا عارفة دلوقتي مصريين بقالي 17 سنة، عارفهم كويس، للراني والفقير. شعب ده ناس بتاعتها محترمة جدا، شعب كريم. ما فيش واحد لو اطلبي حاجة هيقول لك لا، ما ينفعش ما ينفعش، لا مش هتسمعي ده كلمة ده ابدا، هيعملوا مستحيل عشان يساعدك. والامل انت بتكلمي عليه اللي انت مش عاوزة في بلدك اذكى منك احسن منك، وهو كمان مطلوب، انتوا طالبينه، هو مش جاي يشحت عندكم. واقول لك حاجه تانية عشان تفهمي كويس، لو شعب مصر ده اللي بيشتغل عندكم هيمشوا على بلدهم، انتوا ولا تعرفوا تاكلوا ولا تتعالجوا ولا بيوتها تتبني وحاجات كتيرة كمان. انتوا حتى الدستور بتاعتكم مش انتوا اللي عاملينه، من اللي انا عارفاه دولت 4 مصريين. انتوا معاكم فلوس بس دلوقتي روسيين، صينيين، يابانيين، سويسريين، فرنساويين معانا فلوس برضو، ممكن مش بالكمية دي، بس مش محتاجين. وغير كده فلوس ده اللي معانا من شغل. انتوا لما انا بقابل واحد ولا واحدة كويتية وعاوزة اعرف عايشين انتوا ازاي، وبقول لهم طب انت شغلتك ايه حضرتك، بيقول لي انا رجل اعمال. يعني ايه بتشتغل في ايه بالظبط؟ بتبني سيارات؟ ده سؤال يعني صعب بالنسبة لكم، مش انتوا اللي شغالين، الناس اللي حواليكوا. انتوا مش عارفين تعملوا حاجة، انتوا ناقص حد هيجي ويديكوا اكل وشرب من ايديهم، هيشربكوا وياكلكوا. انتوا لما بتيجوا عندنا في باريس بتعملوا ايه؟ بتأجروا سيارات حلوة، عربيات زي فيراري، ورايحين جايين على نفس الشارع شانزليزيه، مش عارفين الريرة. لما تيجوا تتفسحوا ورايحين فين؟ عهركوا سيفورة، شوية بارفانات، شوية مكياج، وبتروحوا على الاوتيل بتاعتكم. مفيش كلام معاكم، هنتكلم على ايه؟ مش عارفين حاجة في الدنيا.
اقول لك حاجه تانية، لحاجة انا مش هفهمها ابدا، انتوا كلكم متربيين على ايد فلبينيات، ما شفتش ابدا ام كويتيه بتخلي بالها من عيالها، بتربي عيالها، هو ده صح ولا لا؟ ما تردي عليا. انا مش عارفه انت هتفهمي كلامي ولا لا، كلامي هتوصل ولا لا. انا بس عاوزه اقول لكم ان انتوا عارفين كويس ان من غير مصر انتوا جيم اوفر، انتوا ولا حاجه جنب مصر، انتوا عندكم نقص، وعشان كده بتكلموا بالطريقه دي. انا بحب مصر جدا وشعبها، وانا عاوز اقول لهم ان هم اجدع ناس في الدنيا دي كلها. لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.